يا شباب، طالما لسه بادئ يعني. بالنسبه للكورس يا شباب، ان شاء الله احنا ناخد مع بعض كورس صيانه الحاسب. صيانه الحاسب طبعا احنا عايزين نتعلم مع بعض حاجه برضو اللي هو ايه، يعني كأن ان احنا اللي بنصنع الحاجه. احنا لو احنا اللي بنعمل البرودكشن للشيء ده، ايه اللي هيقابلنا او ازاي؟ تمام. فاحنا هناخد بعض الكومبوننت وبعض الحاجات اصلها اصلا ازاي وبتتنشأ ازاي. تمام. في السكشن مع البشمهندسه اتفقوا مع البشمهندسه ندى، شوفوا انتوا اللي هيناسبكم واللي يناسب البشمهندسه ايه. وانا مفيش مشكله بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي كنت برجح ان انتوا تاخدوا فيرلوج. ليه؟ لان في مثلا يعني انا مثلا اي سي، هات اي سي ديت احنا جبنا اي سي وعرفنا ده عليها 4 اند او عليها 6 نوت جيت ومش عارف ايه، ونوصل ازاي والكومبوننت من جوه شكلها ايه كاستراكشر. هل احنا عرفنا بقى الكومبوننت اللي من جوه دي اصلا انتاجها بيتم ازاي؟ ازاي الاي سي دي ايه المراحل بتاعتها اللي انا بستخدمها او بتبعها عشان يتم انتاج الاي سي بشكل نهائي؟ ها، البروتكشن الانتاج نفسه، هل احنا اخدنا ده؟ هل سألنا نفسنا يعني شكل الاي سي دي او المكونات فيها ازاي؟ وبناء على لو نفتكر بقى كورس اللي احنا اخدناه في الفيزياء في الثانويه عامه او الجو ده، اللي هو الاوتوم اللي هو الذره والكلام ده كله، والالكترون الخارجي موصل كهرباء مش موصل، هل عرفنا الديزاين من جوه الحاجات دي؟ الناس دي اتعملتها ازاي؟ تمام يا شباب. بعد كده بقى كنت طبعا حابه ان احنا ناخد مع بعض كورس الاف بي جي اي، بس زمايلكم قالوا ان انتوا اخدتوه، فانا مش هكرر حاجه احنا اخدناها. حتى لو عدينا على الحاجه هنعدي عليها ايه سريعا. وصل كده يا شباب. وكنت حابه ان احنا ناخد مع بعض برمجه الفريلوج. طب ايه الفريلوج ده بقى؟ مش احنا اخدنا برضو الاي سي دي بنجيبها بالاند جيت او بالنوت جيت او لاخره، بنحطها على تيست بورد او نعمل منها بي سي بي، صح؟ طيب ايه رايكم بقى ان احنا مش هنعمل كده، احنا هنبرمجها. يعني عايز اعمل فول ادر او هاف ادر، ازاي ان انا برمجه باستخدام لغه برمجه زي الفيرلوج. وصلت؟ فده اللي انا عايزه البشمهندسه كانت تديه معاكم في الايه السكشن يعني، تمام كده. وفي الواقع برضو هتلاقوا اصلا في اكواد وحاجات زي كده معانا في الماتيريال اللي هناخدها ان شاء الله، فيها بعض الاكزامبلز على الكلام ده كله. تمام. بس انا زي ما بقول لك، انا يهمني بس ان انت تشوف برضو ايه المناسب وايه اللي يفيدك وهيكون مناسب مع البشمهندسه، ما عنديش مشكله بالنسبه له. طيب بالنسبه بقى ليه النهارده هنبدا ندي ايه او ناخد ايه؟ بالنسبه للنهارده يا باشمهندسين، هنبدا ناخد مقدمه وصغيره كده وبسيطه عن الاي سي دي اصلا، يعني السكيلز بتاعتها ايه والديفينيشن بتاعها ايه والتكوين الداخلي عشان تكون موصل او شبه موصل، وطبعا شبه اشباه الموصلات ديت اللي هي السيمي كوندكتور. احنا عارفين ان هي حاجات بتبقى ايه، ما بتوصلش كهرباء، بس هل في اليه ان انا اقدر احولها انها تبقى موصله للكهرباء؟ ايوه، ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، عشان بعد كده ان شاء الله تكمله للكلام ده المحاضره الجايه هناخد بقى شكل الاي سي بالفعل والايه الكومبوننت بتاعته او الاشكال بتاعته بتكون ازاي. طيب وبعد كده هناخد ايه البروتكشن للفابريكيشن نفسه بتاع الاي سي، وده معايا ليه فيديو جميل جدا جايب المراحل كانك في المصنع جوه وقاعد تصنع خطوه خطوه، والمراحل دي بتتم ازاي لحد ما نطبع اللوحه على الايه الاي سي. احنا اخدنا قبل كده طباعه فعلا دايره، بس على ايه بقى؟ على التست بورد دي بنكونها، لكن طباعه البي سي بي. طب ايه رايك بقى لما نتعلم مع بعض ازاي نطبع دايره على الاي سي نفسها، مش على البي سي بي او ان احنا نكونها على التست بورد؟ طبعا زي ما انتم فاهمين احنا في احتياج دايما مش اند جيت واحده، لا احنا بنحتاج مثلا مجموعه اند جيتس او بنحتاج تكوين منهم مع بعض عشان يدوني دايره معينه. يعني مثلا لما بنيجي نبص نلاقي في السوق في اي سي بتعمل كاونتر، هو الكاونتر ده اصلا مكوناته من جوه ايه؟ فليب فلوبس. طب والفليب فلوب اصلها ايه؟ اكيد ترانزستورز وحاجات زي كده برضو، هي حاجات الكترونيه، صح؟ طيب اتكونت ازاي من جوه؟ ليها صناعه، ليها فابريكيشن. فابريكيشن ده بقى بيتم ازاي؟ هاو، كنا بنجيب الاي سي اخرنا، هات الاي سي من الاند وهات الاي سي للنوت وهات لي كذا وابدا حط لي بي سي بي او ابدا حط لي تيست بورد. لا دلوقتي انا بقول لك بقى الاي سي نفسها اصلا ازاي بيحصل لها بروتكشن. وصل كده يا شباب؟ فده اللي احنا عايزين ناخده في الجزء الايه الاولاني ده. بس النهارده هناخد طبعا، انا كنت مصوره كام حاجه كده وحطاهم على الفلاشه عشان اعرضهم، بس للاسف جت اشغل الفلاشه المحاضره اللي فاتت لقيتها ما رضتش تشتغل، وصلت الملف يعني زي مضروب كده على الفلاشه.
فهو ده عشان كده للاسف مش هقدر ان انا استعين بيها، فهشرح على السبوره على طول. تمام. طيب حد يقول لي بقى ايه هو الديفينيشن للاي سي انتجريشن، والديفينيشن ده اصلا مش هيكون غريب علينا، وايه هو السكيلز بتاعتها، يعني الحجم بتاع الاي سي ممكن يمر بايه او يكون ازاي. الاي سي دي عباره عن ايه؟ الديفينيشن ده سهل على فكره، قولوه عربي قولوه انجليزي زي ما انتوا عايزين دلوقتي. هو الديفينيشن موجود معايا مكتوب على السبوره، بس حد يقول يعني ايه اي سي؟ اي سي يعني ايه اصلا؟ انتجريتد سيركت. يعني ايه انتجريتد سيركت؟ تعمل انتجريشن لايه او كومباينيشن لايه؟ ماشي شبايه، هي شيبس بتعمل ايه؟ هي سير اهي انتجريتد سيرك از ا كومباينيشن اوف مالتيبل جيتس، صح ولا ايه؟ اللي هم محطوطين مع بعض جوه سنجل باكج عشان يعمل فانكشن معين، بس هو جوه ايه؟ سنجل باكج. طب السكيلز بتاعت الاي سي عندي في احجامها بمعنى اصح بتبقى ايه؟ في عندي يا باشمهندسين اربع انواع، اللي هو السمول سكيل اي سي، وفي اللي هو الميديوم سكيل اي سي، وفي اللارج سكيل اي سي، وفي الفيري لارج سكيل اي سي. يبقى الاس اس يخصر لمين؟ ها السمول سكيل. طيب الام ميديوم سكيل، لارج سكيل، فيري لارج سكيل. طيب السمول سكيل من يعني حتى السكيلز دي كتوزيعه بوزعها بناء على ايه؟ حد عارف؟ عدد اللي هو الجيتس بمعنى اصح، صح هي الجيتس اللي عليها بتكون عددها قد ايه. فقال لي السمول سكيل بتستوعب من 1 لـ10 جيت. ممكن تلاقي الاي سي الواحده عليها كام جيت؟ 10 جيت، دي سمول. طب لو كبرت اكتر من ال10 لحد كام بقى؟ اضرب بقى في الفاكتور، ها في 100 يبقى قد ايه؟ 10 ل100 يبقى دي ميديوم. طب من 100 لكام؟ ها ل1000 يبقى ايه؟ لارج. اكبر من ال1000 يبقى فيري لارج. بص يا شباب، يبقى انا كده عرفت يعني ايه الديفينيشن بتاع الاي سي، ده اصلا مش جديد علينا، وبعد كده هي بس ايه السكيلز بتاعت الاي سي عندي. طيب ايه الفرق ما بين السيما كوندكتور والكوندكتورز؟ ودي قلت لك لو رجعنا شويه ورا هنفتكر الديفينيشنز دي معناها ايه. يعني ايه كوندكتور؟ موصل. يعني ايه موصل؟ برضو يقدر يعمل اللي هو كوندكتورز معناها ان هي تقدر تتوصل بيه الايه؟ الكهرباء. اما السيما كوندكتور على حسب، ممكن ان هي تكون موصله او مش، بس في الشكل العادي بتكون ايه؟ اشباه الموصلات، غير موصله للكهرباء. طب بالظبط. طب اكزامبل ليه الكوندكتور زي ايه؟ ممكن اصنع من ايه حاجه تبقى موصله للكهرباء؟ صح، زي الذهب والفضه برضو بيوصلوا الكهرباء. طب السيما كوندكتور، ها السيليكون، وايه كمان؟ والجرماني. وصل كده؟ طيب مبدا التوصيل نفسه، خلي بالك ده مهم عشان تكوين الاي سي. معايا يا شباب؟ ده مهم عشان تكوين الاي سي. خلاص، مبدا اللي هو ان الحاجه تكون موصله او مش موصله. الكوندكتورز موصلات ليه؟ حد عارف؟ معلش، اي معدن او اي حاجه يقول لك ايه؟ ذرات الذهب او ذرات، في جوه ذرات اتومز، صح كده ولا ايه؟ الذره نفسها مش بيكون ليها نواه؟ صح. نرجع بقى شويه لورا، وفي هنا ايه بقى حوالين المدار؟ الكترونيك. امتى بقى المعدن او المعدن ده الماده دي تكون موصله او مش موصله؟ حد عارف؟ قال لك لو الذرات متوصله ببعضها، متوصله ببعضها، ادي النواه اهي وادي النواه اهي، عندي الذرات متوصله ببعضها بس في الاخر فيه الكترون حر على المدار مش متوصل بذره اخرى، يبقى كل ذره ليها نواه وحوالين المسار الخارجي او المدار بتاعها التراك بتاعها في مجموعه الكترونز، بس مجموعه الالكترونز ديت ممكن تكون متوصله مع اتومز تانية، ذرات تانية. لو اتوصلت كلها تبقى دخلنا في التراك بتاع اشباه الموصلات. لو فضل الكترون واحد حر عمال يدور
في المكان هو الالكترون بقى الوحيد اللي عمال يجري في المسار ده، هو السبب في انه بيخلي المعدن ده او الماده دي مالها موصله للايه؟ للكهرباء. مسكت يا شباب؟ تمام كده؟ يعني انا لو جيت الوقت بقى حطيت ذره كمان كده وفيها ايه؟ دايرتين اهو، وهنا اتوصلوا بذره ثانيه، ده يبقى موصل ولا شبه موصل؟ اشباه موصلات. طيب هل نقدر نحول من الاشباه الموصلات اللي في حاله ثبات، تمام كده، في الاستيت ستيت بتاعتها ثابته خلاص اهي ساكنه ما بتوصلش كهرباء، هل اقدر احولها لموصلات؟ حد عنده معلومه؟ صح صح صح، هي البشمهندسه كده كلامها مظبوط. ببدا ان انا احط عنصر اخر، ايه هو بقى؟ شاطره في الفيزياء شكلها. ايه الفسفور؟ لا ممكن ده نوع اللي هو هنكون حاجه من الاثنين يا شباب، هنكون بدل ما هي كوندكتور سيما، خلاص احنا عرفنا الكوندكتورز ده الاساس بتاعنا والسيما كوندكتور، احنا دلوقتي عايزين نحول من السيما كوندكتور ليه الكوندكتور، عن طريق حاجتين، حاجه اسمها الان اسمها ايه، الان طيب والبي طيب. الان طيب اللي الباشمهندسه بتتكلم عنه، الان طيب والبي طيب. الان طيب ده اللي الباشمهندسه بتقول عليه، بتقول ايه بقى؟ ان احنا نضيف للذرات دي اللي هي الاشباه الموصلات ذره من الفسفور. ليه بقى؟ الفسفور بيكون على مداره كام الكترون؟ خمسه. طب الخمسه دول يخلوه يرتبط بكام ذره اخرى؟ خمسه، بس احنا في الواقع هنربطه بكام ذره ثانيه؟ اربعه، ونسيب الكترون حر. الالكترون الحر ده هو اللي ايه؟ يخليه بقى موصل. يعني اشباه الموصلات هنا اهي تاني، اللي هي مثلا خلينا نعتبر ان دي سيليكون، ماشي، ادي اربع ذرات متواصلين مع الاربع الكترونات اللي على المدار الخارجي بتوع الذره اللي في النص دي، خلاص كده. يبقى دي مكتمله ولا مش مكتمله؟ مكتمله. لما نخلي دي نستبدلها بذره فسفور، يبقى اصبح دول متوصلين زي ما هم، بس الايه الذره الخامسه هي اللي فري دي، كده معناها هتخليها توصل ولا لا؟ هتخليها اصبحت من الموصلات. طيب تمام، ده نوع اللي هو ال ان بي. طيب لو انا عايزه بقى ان طيب، طيب لو انا عايزه بقى ان انا اخليها من النوع البي طيب، انا ممكن استخدم بدل الفسفور بورون، عشان كده الثانيه ان بي ان طيب ديت بي، ممكن استخدم بورون، بس دي بقى بتستخدم ازاي يا شباب؟ ان انا بحط البورون، فالبورون ده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي فيه سريان، السريان ده بيبقى فيه برضو في اماكن فاضيه، فالفجوات ديت مالها تبدا تسحب ايه الالكترونات دي فيها، فيصبح موصل عندي. طب شكلها بيكون ازاي؟ بالشكل ده. بيبقى فيه عندي اربع فراغات، تمام كده؟ اهو ادي واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اهو اربعة، هي دي الاماكن يا شباب اللي انا اقصدها، اللي هي دي، خلاص كده. والمفروض عندي بقى ان انا بيكون في عندي هنا دي، بعملهم ثلاث فتحات، الثلاث فتحات دول بيوصلوا لي بحاجه ثانيه، اللي هم الثلاث حاجات اللي انا بكون منها الترانزستور اللي هوريه لك دلوقتي. طبعا ديت كده غير موصله، لكن دي كده اهي، ودي هنا كده اهي، ودي الجزء الثالث ده بالشكل ده، تمام كده. بنقوم جايين هنا، يبقى في عندي هنا بي، وهنا كده بي، وديت اللي تشانل اللي بينهم. طيب تمام، دي ايه ودي ايه ودي ايه؟ دول الثلاث فتحات يا باشمهندسين اللي لو نفتكر فيه الترانزستور لما كنا بنيجي نكونه كان بيبقى بالشكل ده، اللي هو ايه بقى الاسامي بقى اسمها ايه؟
سورس ها سورس جيت وسورس ودرين دي خلاص كده. فهنيجي نبص هنا نلاقي هنا مين بقى ها السورس. طب اللي في النص الجيت وهنا ها الدرين. اه قدرنا نحول من اسباب الموصلات ليه موصل اللي هو كنا بنعملها بالشكل ده تمام. طيب على الشكل ده السورس هيبقى فين؟ طب الجيت طب الدرين وصل كده يا شباب خلاص. فحتى لو نلاحظ ان هي فيها شبه برضو زي الان عشان كده بقول لك ايه هي في هنا يعني كانها ميكس ما بين الان والبي. ليه؟ احنا عملنا بي شانل تمام بس كوننا برضو حرف ايه اللي هو ليه الان فتلاقي شانل تدمج الميكس ما بين الان والبي. يبقى انا تاني المحاضره باختصار شديد كل اللي انا قلته قلت لك يعني ايه الديفينيشن بتاع الاي سي والديفينيشن ده موجود معانا عربي وانجليزي تمام. فالاي سي عباره عن ايه؟ هي انتجريتد سيركت بتعمل كومباينيشن لمجموعه جيتس. مجموعه الجيتس دولت بيكونوا مع بعض في باكج واحده. طيب السكيلز بتاعت الاي سي هات عموما عباره عن ايه؟ اربع سكيل السمول سكيل والميديم سكيل واللارج سكيل والفيري لارج سكيل. السمول سكيل معناها ان الاي سي بتضم عليها جيتس بدايتها من 1 لحد 10. وانس ان انت جبت جيت الاي سي عليها 4 بس او 6 بس او كده مفيش مشكله بس انت عارف ان هي بتندرج تحت انهي بند السمول. لو انت بقى زدت عن العشرة يبقى انت دخلت فين؟ في الميديم. زدت عن المية اللارج. زدت عن الالف. وصلنا يا شباب عرفنا كده التصنيفه بتاعتها. بعد كده عرفنا ان اصل الاي سي هات هو طبعا الترانزستور خلاص. طب الترانزستور ده المفروض في حاجات زي ما احنا اتفقنا في نوعين من الموصلات في حاجه جيد للتوصيل وفي اشباه موصلات بس ممكن نحولها الى موصلات. اشباه الموصلات طبعا غير جيده للتوصيل الكهرباء. طيب تعالوا نشوف يعني ايه موصل يعني ايه كوندكتور. ها الموصلات ها معناها ايه؟ معناها ان في دايما ان الذره من الذرات في عندي ذره مرتبطه بذرات اخرى بس الذره ديت في الكترون حر. طب امثله لانواع المعادن او الكومبوننت اللي ممكن تكون موصله جيد للتوصيل. نحاس او ذهب او فضه. طب اشباه الموصلات السيليكون والجرمانيوم. طب هل ممكن نحول من الاشباه الموصلات لموصلات؟ هيا باشمهندس باشمهندس هل ممكن نحول من اشباه الموصلات للموصلات ازاي؟ احنا هنحولها من ان هي تكون في طريق او ان طريق احنا نضيف بتاع اللي هو خماسي التكافؤ. خماسي التكافؤ صح او ثلاثي التكافؤ تمام كده. طيب بالنسبه للفسفور بيتوصل ازاي يا باشمهندس؟ يعني طب احنا في الدايره بتاعت ال ان بي توصيلته بتتم ازاي؟ فاضل الالكترون فاضي بس يعني هو كام الكترون اصلا؟ 5 تمام. الاربعه دول بنعمل فيهم ايه؟ انت بتقول بيفضل الكترون يبقى الاربعه التانيين ذرات ايه بقى؟ ما انت لو كنت مركز معايا ومبطل ضحك انت هو كنت فهمت. احنا بنجيب ذره فسفور زي ما زميلتك قالت في الاول هي ذره واحده اللي بنحطها عشان نخلي حواليها بقيه الذرات منين؟ من المعدن الموصل الشبه موصل عشان يحولهم لايه؟ فهمت؟ يعني كاننا بنطعمها كده زي ما باشمهندس قالتها بالظبط ان انا بجيب حاجه عارف اللي هو بكسر القاعده. انت اشباه موصل هجيب لك ذره واحده موصل فبالتالي تخليك تبقى موصل. وصل كده. اما بالنسبه للبي طيب اللي باشمهندس بيقول عليه فاحنا بنجيب البورون تمام كده. البورون ده لما بنضيفه بيعمل ايه؟ بيسيب فتحات. فتحات ديت مالها بقى؟ هي اللي بتبدا تعمل حركه لمين؟ للالكترونات. فبالتالي بيتولد تيار كهربي عندي. عشان كده اتفقنا ان الشكل ده هو نفسه تمثيلا للسيمبل اللي عندي ده. خلاص يا شباب تمام. مش هطول عليك اكتر من كده احسن من كده احنا بنعوض المحاضرات اللي فاتت.